السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا إلى كل متابعين لقناة عبد الصمد الجزولي. اليوم إن شاء الله هي حلقة خاصة بالسوفت وير. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف عن برنامج مميز جدا جدا ومجاني صراحة به يعني ميزة مميزة ونحتاجها بشكل كبير جدا جدا، ألا وهي فتح ثغرة اليوتيوب أو ثغرة المتصفح إن صح التعبير في نستخدمها في إزالة حماية جوجل أكاونت أو البريد الإلكتروني. وما يميز هذا البرنامج هو أنه لا يمكنه أن يقدم لك هذه الميزة فقط، ولكن هذه تعتبر أقوى ميزة صراحة ونحتاجها بشكل كبير جدا جدا. ولكن هو برنامج بديل عن أداة OFT أو فريق OFT، حتى هو أشكره من هذا المنبر. هذا البرنامج يعني أشكر هذا الفريق الذي قام بتطويره، هو له عدة مميزات مما يجعل هذا البرنامج بديل ومميز. فلا ربما هناك من لم يشتغل معه هذا البرنامج بشكل جيد يمكن أن يستعين بهذا. به ثلاثة واجهات، واجهة فيرموير وسامسونج وسيتينج. إذن واجهة فيرموير فهي تحتوي على مجموعة كبيرة من الموديلات من هواتف السامسونج لتنزيل الفلاشات بشكل مجاني، ولكل فلاش وتوجهه، ولكل فلاش والتوجه البلد الخاص به. هذه ميزة جميلة جدا جدا. هنا أيضا كما تلاحظون كل برامج الأودين، هذا برنامج الأودين نحتاجه في تفليش هواتف السامسونج، طبعا هو بشكل مجاني والتحميل بشكل مجاني. وأيضا هنا نجد كل التعريفات والدرايفرات الخاصة بهواتف السامسونج من أقدم إصدار إلى أحدث إصدار، وهذه أيضا ميزة جميلة ورائعة جدا جدا. إذا الآن نمر إلى واجهة السامسونج. هنا يعني انفو يعني قراءة معلومات الهاتف، هنا إعادة ضبط المصنع، هنا إدخال الهاتف إلى وضع التحميل طبعا لكي نقوم بتفليشه، وهنا إخراج الهاتف من وضع التحميل لوضع التفليش، وهنا إذا كما نلاحظ فتنزيل التطبيقات، تنزيل التطبيقات للتعامل مع حماية FRB أو إزالة جوجل أكونت. نعم أيضا وهنا الضغط للتحميل. وهنا نأتي إلى أقوى ميزة في هذا البرنامج، وهي فتح اليوتيوب والمتصفح للوصول الى ثغرة ازالة حساب جوجل اكونت، وكل هذه العمليات مجانية. هذا ما يجعل البرنامج مميز جدا جدا. ايضا هناك ميزات اخرى يمكنك عمله، وفتح المتجر كذا كذا الى اخره، ولكن ما يهمنا هو باي باس FRB open يوتيوب. نعم ثم بعد ذلك نحدد هذا الخيار ونضغط هنا باي باس FRB MTP باي باس FRB، نضغط عليه مباشرة. طبعا يجب على الهاتف أن يكون متصل مع الهاتف، ومباشرة ستفتح معك الثغرة وتنجح معك العملية. إذا كما نشاهد فهذا برنامج مجاني ورائع وله عدة خصائص. إذا الآن نمر إلى تجربة البرنامج، لأنه الكلام يبقى كلام ولكن علينا تجربة البرنامج على أرض الواقع حتى نرى هل بالفعل يشتغل بشكل جيد أم هو مجرد كلام فقط. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ على بركة الله. إذن نأخذ الآن هاتف A10 تقريبا إصدار 9 أندرويد أو 10، لا مشكل، فكل منهما تشتغل معهما ميزة فتح ثغرة المتصفح للوصول إلى الثغرة وحذف حساب جوجل أكونت. إذن البرنامج يأتي بهذا الشرط، إذن لا بد من توصيل الهاتف مع الحاسوب، لا بد يعني من تثبيت التعريفات، ثم بعد ذلك يعني نقوم بتشغيل البرنامج. هذا هاتف A10 وننتظر قليلا، لا مشكلة في ذلك، سأحاول الإسراع حتى لا نأخذ وقت طويل جدا جدا. إذا الواجهة تظهر بهذا الشكل، طبعا سنذهب إلى واجهة سامسونج ثم نقوم بخيار Open يوتيوب ثم نضغط على باي باس FRB باي باس FRB، وطبعا لا بد من الهاتف أن يكون متصل مع الحاسوب والتعريفات مثبتة، وننتظر قليلا قليلا. بعدها البرنامج سيتوغل إلى نظام السوفتوير الخاص بالهاتف ويفتح لنا ثغرة المتصفح بشكل مباشر. هل لاحظت معي؟ جيد. إذا تمت العملية بالنجاح في ثواني معدودات، تذكروا هذه الكلمة، في ثواني معدودات. إذا لا مشكلة في تكرار الشرح، ثم بعد ذلك نضغط ونقوم بالدخول إلى المتصفح. إذا هناك مواقع كثيرة كثيرة لا داعي لاستخدام شريحة خارجية أو مكون خارجي. إذا نقوم مثلا بكتابة NVN روم أو نعم سنجد يعني التيم للدخول إلى الإعدادات والوصول إلى السيكوريتي الحماية لتفعيل أو رسم نقش جديد به نستطيع التوغل إلى الهاتف وحذف حساب جوجل أكونت.
نعم، إذا ننتظر حتى يتم التحميل، ثم لا بعد ذلك نقوم بالتثبيت سيتينغ. هذه خطوات معروفة وبسيطة وكلنا نعلمها. انستال، ثم بعد ذلك نستدر ننتظر ونضغط على اوبن. بعدها سيفتح الهاتف بشكل عادي ويشتغل النظام بشكل عادي. بعدها نتوجه إلى اند سيكيورتي بهذا الشكل، ثم نقوم بسيتينغ هنا والذهاب إلى بين ويندوز، ثم تفعيل هنا، ثم تفعيل هنا، ثم نختار النقش يفضل ونقوم برسم أي نقش ونتذكره، أي نقش ونتذكره، ثم بعد ذلك يفعل تفعل العملية ونقوم بإعادة التشغيل. لاحظوا مع إعادة التشغيل بكل بساطة ريستارت روديمار أو إعادة التشغيل، عفوا، ننتظر حتى يشتغل الهاتف. بعدها بعدما يشتغل نقوم بإدخال نفس النقش الذي قمنا بإدخاله سابقا، ثم بعد ذلك نتبع الخطوات بشكل عادي وطبيعي، وعندما يصل إلى هذه المرحلة عفوا نقوم بكتابة النقش الذي سبق لنا وعفوا وأن قمنا بكتابته نفس النقش. هذا يعتبر الهاتف بأنك صاحب الهاتف ويتجاوز الحماية بشكل مباشر بعدها. ثم بعد ذلك الخطوات عادية وطبيعية، نذهب نذهب نذهب، ثم نذهب إلى وضع التفعيل ونلغي الحماية ونلغي النقش أو نقوم بإعادة فورمات الهاتف. إذن هذا كان برنامج سلس مرن مجاني، يمكننا استخدامه على الحاسوب لعدة عمليات وخطوات مهمة بشكل مجاني، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.